تحدي خاص اليوم مع سيكورس المدرب البولندي ومع عبد حكم في هذه الكرة، كرة اللعب وبراس، الله الله البهداري، الله البهداري يسجل الهدف التعادل، هدف التعادل، هداف مدافع بمواصفات هداف، مدافع بمواصفات هداف البهداري، ثلاث أهداف في الدوري إلى الآن. وعبد اللطيف البهداري يسجل الهدف الأول في هذه المباراة، عادل النتيجة يا لواء، وفرحة للجماهير الهجروية القليلة الحاضرة من الأحساء إلى الدمام، والبهداري يسجل هدف إبراس البهداري، يا السلام إبراسة جميلة من البهداري، إبراسة البهداري سجل، شوف ارتقاء جميل وحضور جميل من البهداري اللي يسجل هدف أول طبعا هجر، ولكن ثالث للبهداري في الدوري، ثلاث أهداف يسجل في الدوري، كرة اللعب أكثر من المهاجمين.